قد تساعدنا بكتيريا الأمعاء في تفاعلنا الاجتماعي. هذا ما أظهرته دراسة حديثة أجرتها مجلة نيتشر البريطانية على مجموعة من الفئران، أظهرت أن تلك التي تحتوي على بكتيريا في بطونها تكون اجتماعية أكثر من الفئران الخالية من البكتيريا. وعندما تم وضع الفئران معا تسممت الفئران البكتيرية نظيرتها العادية وتسلقت فوق بعضها البعض، على الرغم من أنها لم تلتقي من قبل، في حين أن الفئران التي تفتقر إلى بكتيريا الأمعاء تتجنب التفاعلات الاجتماعية النشطة. وقد أشارت أبحاث سابقة إلى أن التوتر والقلق والتوحد غالبا ما يتزامن كل ذلك مع اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال، وكذلك مع اضطرابات ميكروبيوم الأمعاء. هذا النوع من الأبحاث يمكن أن يساعد العلماء يوما في علاج الأفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية عصبية مثل التوتر وكذلك اضطراب طيف التوحد، بافتراض أن بعض الملاحظات في الحيوانات تنطبق على البشر. طبعا هذه الفئران إذن لم تتسمم، إنما تسلقت فوق بعضها، أي كانت اجتماعية أكثر.